قطرها قطرها على المي مع المجاري عفوا تجيبوا يا ابو كملها وانا اصرفها لا تنتظر اذا ظل تنتظر المجاري 60 من الشارع انا مهندس يقف عليهم التسليه مال رمم حديقه جيبوا لكم هاي سوريني خلي حضر لك على طول ها اضا واطلع من هاي الصونده تامات محمود سر صفوان اربع ساعات خمس ساعات كافي والله زين من بيت مصايب من الشرطه ويصورون على الزوجين في الأمريكا ويصورون المهندسين شارع 200 جلابة وشفر على شارع أنس ولا فينا الدنيا وقولوا والله جاء عنا عن مغاول هذا كاظم الصبح اللي حتى انا الساعة 10 تشتغل هي ليش؟ كان كيف 10 ب 10 هاي مال المنظمات لا لا ما عندك مال واحد لا لا واحد منظمات ثانيه مليون يندر للجنب الايمن اولا ما يوصلون يجيبوني بعينين باعوني بعين هسه تذكر انا اشتريت 60 الف ب 10000 عن كلامي سيد امين سيد امين سيد امين سيد امين هل مقطورة بالنشوانة بالغزلان أي منظمة تجي تملي مشي على تنطيق بس همشي مولي أسفر الله يحفظك إن شاء الله الله يجزاك بالخير إن شاء الله الله يجزيك بالخير إن شاء الله مساعدة هناك تشتري أحسن المساعدة وإذا عجبت المساعدات الرسالة يلحقوه من يرمسها يلحقوه إليه يلحقوه والوكيل تجي للمطاحن واليرموك تجي هنا تفوت على الصلاح يجونا للبطاحن واليرموك حتى بشدي بالسيارة الله بدال يجون من قادم مصادم بالسيارة مساعدات ما بادت الحملة الكبرى لتنظيف وتأهيل الساحل الأيمن بحيث قامت حكومتنا المحلية وبأمر السيد المحافظ المحترم بتكريس وتوجيه أكثر من 200 آلية في اليوم الأول والعدد متصاعد إن شاء الله من وبخط شروع واحد لكافة الدوائر البلدية البلديات الماء والمجاري والاتصالات من أجل جعل الجانب الأيمن يضاهي الجانب الأيسر وأكثر من ناحية الخدمات وتنظيف المدينة. وفي هذه المناسبة لا ننسى جهود وتضحيات القوات الأمنية التي حررت هذا الساحل وجعلته ملحق بمدينة الموصل.